المميزة والغرابة في التصميم عنوان عريض لشركة اختارت لنفسها تحمل راية الجديد. سمعتوا بسلة ورود مصنوعة من الفواكه؟ فكرتوا في يوم من الأيام أنكم تهدون حد يعز عليكم باقة ورد خارجة عن المألوف؟ هذه الليلة تعرفوا معنا على شركة إدبل أريجمنت المتخصصة في تقديم باقات ورود من الفواكه مع مدير المبيعات والعمليات عمار جرجس اللي مسيه أكيد بالخير. نقول له ويا هلا وسهلا فيك. شكرا لكم، شكرا على صداقتنا. في البداية عمار، احنا طبعا الفكرة جديدة والباقات أيضا جديدة وغير مألوفة، نبغيك تعطينا فكرة عن الشركة وكيف صارت هذه الأفكار معكم. بكل بساطة مثل ما قلتي، أدبل أريجمنت هي باقة ورد بس بتتاكل. نعم. أدبل أريجمنت المبدأ بلش لمن مثل ما قلت، نحن بنحاول ندور على الهدية الجديدة الغريبة يلي بتكون مفاجئة للشخص اللي عم نهديها. طورت فكرة باقة الورد لتصير باقة من الفواكه ممزوجة بالشوكولا وبالتمور ليطلع معنا هالشكل الحلو والمميز. يعني هي نقول فكرة، ما تبغون تخسرون زباينكم ياخذون ورود بدل ما تدبل الوردة، احنا ناكلها. اكيد طبعا. وخبرنا اكثر انه فكرتكم من مين جت، يعني انتم شفتوا هذا الشيء يعني بمكان برا، شلون انطيتوا لها الطابع العربي؟ مزبوط. أدبل أريجمنت هي بالمبدا بلشت بسنة 1999 بالولايات المتحدة الامريكية. نعم. بسنة 2001 بلشوا فكرة اعطاء حقوق الامتياز او الفرنشايز. بدبي بال 2007 مجموعة البريك للاستثمارات بادارة سيد سعيد الدقيل و على رأسها السيد شكر البريك، حبوا يجيبوا الفكرة على دبي. بقصة كانت يعني والدة السيد شكري كانت الله يعطيها العافية بالمستشفى بالولايات المتحدة، وفي حد ضيف يعني هداهم هاي الباقة. وحبوا يجيبوا الفكرة على دبي. المحل الأول فتح بدبي بديسمبر 2007. وحاليا يعني نحن بصدد افتتاح فروع أكثر بكل المنطقة العربية وخاصة منطقة الخليج. المعروف عنا حبة للفواكه للشوكولا وللتمور. احنا يعني عارفين انه هذه الفروع اللي راح يتم افتتاحها راح تكون عمان وقطر والكويت والبحرين. كلمنا ايضا في ان شاء الله خطة جاية عن منطقة الشرق الاوسط كلها وبعدين شمال افريقيا. ايوه، يعني هي الفكرة مثل ما انت شايفي اتس فروتفول، احنا فروتفول تيم. نعم. مندور على وير اوبن لكل الافكار لكل الناس. بدبي اكيد في كثير اقبال على الارينجمنتس. حاليا راح نبلش فرع ثاني باول صيف بقطر. نعم. كمان اول صيف، وباحاديث جديه مع ناس بالكويت بالبحرين بعمان لتكون المحلات موجوده ان شاء الله على اخر السنه. نعم. وبعدين ننطلع للشرق الاوسط ان شاء الله. ان شاء الله. خبرنا هسه انه انتم شلون مراحل تنفيذ هالباقات. اوكي. ويعني شلون على اساس يعني تختارون الفواكه؟ الفواكه اللي احنا بنستعملها مبدئيا هي البرتقال، الفريز، الاناناس، السلاسل هي العنب اللي هو بدون بذور. نعم. ممكن انواع من الشمام مثل الكانتالوب مثل الهانيديو. طبعا بالصيف ممكن يدخل انواع الفواكه الصيفيه. في شيء بيكون مغطس بالشوكولا، شيء بدون شوكولا، طبعا كله حسب طلب الزبون. يعني تختلف هذه الطلبات وتختلف انواع الفواكه اللي تستخدمونها في الباقات على حسب مواسمها. مزبوط. يعني مبدئيا الحمد لله احنا بمنطقه بدبي كل شيء متوفر، يعني على مدار السنه الفواكه كلها موجوده، الاستيراد من كل مناطق العالم عم بيكون موجود. نعم. بس مثلا في عندنا البطيخ الاحمر يعني ممكن نلاقيه بغير مواسم، بس ما بيكون بنفس الجوده والطعم اللي بنلاقيها بالصيف. بالصيف يكون هو طبعا بيكون التوب اكيد. فبنجرب بنجيب كمان بطيخ احمر ممكن يدخل ببعض الارينجمنت عندنا. طبعا بنختار البطيخ بدون بذور على اساس في ناس يمكن تستصعب شيل البذره. ويمكن هنا بدنا نشوف انه انت حتى استخدمت التمر وغيرت به. مزبوط. انه اضفت عليه بعض الكرزات او شيء. ايوه. ويمكن هنا انه بدنا توضح هذا الشيء اكثر. هاي الارينجمنت لها اسمها بيري شوكليت بوكي. بالنسخة العربية طبعا منا نضاف الى التمر. النسخة العربية عشان التمر اللي عليها. مزبوط. نعم. اوكي. مزبوط، لحتى نعطي الطابع العربي لها. واكيد التمور هي اكثر شغلة بتنشتهر فيها الدول العربية. اضفنا التمر. نعم. يلي هو مغطس بالشوكولا، ممكن يتزين بانواع من المكسرات او بجوز الهند، لينضاف بين هالفواكه الحلوة اللي هي مثل الفراولة مثل الاناناس
مثل الهاني ديو لتطلع معنا هالارنجمنت الحلو. انا لاحظت ان الكثير من الباقات اللي موجوده عندكم وكل باقه لها اسم معين. مزبوط. على اي اساس تمت يعني تم اختيار هذه الباقات مع هذه الاسامي؟ انه كل باقه لها يعني اسم معين. لما عملت الباقه اذا بتشوفي شكلها مثلا انا هاي الباقه هارتس اند بيريز. نعم. يعني مثلا هاي سويت هارت. سويت هارت اذا بتشوفي يعني فراوله وشوكولا. نعم. صحيح. لمين بتقدميها؟ لسويت هارت. يعني الفراوله طبعا على مر العصور بتعبر عن الحب، واذا بتضيفي لها الشوكولا الغامقه يعني هذا كمان. مثلا انا اقول اذا واحد بيهدي زوجته. أيوة. خطيبته. أيوة. طبعا اكيد مش اول ما يهديها بعدين بالاخير يعني السويت هارت كثير ارنجمنت حلوه، حتى موضوعها بوعاء من الفخار ممكن يبقى للذكرى، في عليه مرسوم عليه قلب. طبعا الارنجمنت بتتعدد وبالاحجام وبالانواع حسب المناسبات. طبعا المناسبات اللي احنا مغطيها ولادة طفل، ممكن يكون عندنا حفلات اعياد الميلاد، حفلات التخرج، حد زعلان منك تبعتي له. اي وحده انا زعلان من قبل؟ ممكن انا وايد ناس زعلانين مني. يعني هاي شوفي لما لشخص او شخصين محطوطه بالمج، يعني انت ممكن بكل بساطه تنهدى لشخص مثل ما انا شايفين. يعني مبدئيا مجموعه من الفواكه الجميله محطوطه بالمج، ممكن يعني تعبر عن اعتذار او امتنان على يعني شكر على معروف حد عمله معك او شيء. الفكره ان اكلها يعني ممكن يرضى علي بعدين؟ ممكن اكيد الفواكه دائما بتعطي بوزيتيف فيلينغز للناس. طيب يعني نتكلم عن كل باقه من بدايه نبتدي عن مراحل تصنيع هذه الباقه. اول الخطوات مبدئيا نحن الفواكه بتتقطع من خلال معدات تصنعت خصيصا لتقوم بهالعمليات التقطيع لتعطينا سرعه بالوقت. نعم. اليوم كل شيء مطلوب بالحياه يكون سريع. ايش قد يطول الوقت؟ يعني مبدئيا حسب حجم الارنجمنت وحسب تنوعه يعني. بس مش صعوبه عفوا عمار، لان هذه الباقات هي فرش وتصنع يوميا يعني. مزبوط. واذا كانت الباقه كثير كبيره، احنا عرفنا انه خصوصا لاعياد الميلاد او الحفلات الكبيره. مزبوط. فابغي لها وقت. اكيد الوقت ما هو طويل كثير، نحن الصف عندنا كلهم عندهم تدريب المناسب. نعم. والمعدات الموجوده بتامن السرعه بالعمل، يعني مثل ما انا شايفين الفواكه كلها موجوده على العيدان، التقطيع بيتم بطريقه سريعه وبتنحط بطريقه تكون مدروسه اكيد لتناسب المناسبه. يعني انا فيني اورجيكم مثلا انا هون مثلا هاي حبه التمر يلي هي مغطاه بالشوكولا وملبسه بالفستق الحلبي. هذه يعني تكون ممكن احنا في الحفلات نقدمها بهذه الشكل. أيوة. ولا بس هذه تكون عباره عن بس باقات؟ يعني بهالشكل اكيد ما حتكون مميزه. نعم. وحلبي مثل ما تكون بالباقه بهالشكل الجميل. فبكل بساطه هي نفسها هي الموجوده هون، يعني انت ممكن الشخص اللي يكون ضيف بس اذا عامل عندك بوفيه بالبيت، او ممكن بحفلات الاعراس تنحط كسنتر بيس على الطاولات، ممكن كل شخص يعني شكلها حلو. بس اذا مثلا شيء احد طلب انه شيء خاص له، يعني تجيكم هالطلبات الغريبه مثلا شكل معين او يعني فواكه من نوع خاص، تجيكم هيك طلبات؟ طبعا هلا الادب الارنجمنت حبوا يعطوا لكل شخص يقدر يضيف المميزات الشخصيه او اللمسه الخاصه تبعيته. للهي في عندنا فينا نبلش اول شيء من بعد ما بتنقي انت طبعا الارنجمنت اللي هي بتناسبك بالحجم وكمناسبه انت عم تختاريها. نعم. من خلال الويب سايت تبعنا يلي هي نحن كاول شركه توزيع هدايا بالشرق الاوسط، في امكانيه انك تطلبي ان كان على التليفون ان كان بالويب سايت على الانترنت او ان كان ووك ان على الستور تبعيته. في عندك امكانيه تضيفي التيدي بيرز هدول. نعم. باحجام مختلفه، ممكن نضيف البالون يلي بيعبر عن المناسبه اللي احنا عم نهدي الشخص عليها، ممكن نقول اتس ا بوي اتس ا جيرل اي لاف يو، المناسبه اللي انت أيوة بتحبيها. هاي الستاندات اللي نشوفها اكيد في عندنا هون مثلا هاي للاطفال اذا شيء حصاله بنحط الفواكه هون كارنجمنت فيها وبتبقى للذكرى للولد حصاله ليأمن قرشه الابيض ليوم الاسود. ايضا انا لاحظت انتم مسويين شغلات خاصه للمكاتب. أيوة. بس نوريها للكاميرا. أكيد. نتكلم. أيوة. عن هذا الكوليكشن او اللي نسميه. ايوه عباره عن من الستروبريز الفراوله. نعم. كمان مزينه بالشوكولا البيضاء او الغامقه وبغطيها جوز الهند او الانواع المكسرات. بس نعم. اختياراتكم هاي كلها تبقى انه بالمناسبه من تصير. ايوه يعني ما في وقت انه الفواكه لازم انه تنأكل بسرعه لان تخرب. مزبوط. مش هيك؟ مزبوط. هلا الفواكه مثل الفواكه اللي بتجيبيها على البيت. نعم. يعني لها عمر معين، كل درجه الحراره المفروض تحافظي عليها هي درجه حراره التبريد. اللي احنا مبدئيا من عندنا
العملية من وقت اللي بنختار الفواكه كلها فريش طبعا بشكل يومي بتختار وبتفوت على مكان التصنيع درجة الحرارة المناسبة بتتوصل بدرجة الحرارة المناسبة لتوصل لعندك على البيت. هلا يفضل كل ما انه انت مثلا ممكن تنحط على الطاولة مثلا اذا في عندك ضيوف او شيء اللي بقى يرجع على البراد وهيك يعني طبعا ممكن عمره يوصل من 3 لـ4 أيام. 3 أو 4 أيام ماكسيموم لها. ماكسيموم طبعا الفواكه ما بتخبي حالها شكلها هو بيعرفك انه هي وين صارت يعني. اكيد عموما كل الشكر لك استاذ عمار وفعلا فكره كثير حلوه وجديده ويعني ومميزه. الله يخليك. طبعا نحن الاقبال الناس كثير كبير وبنحب ننوه انه مثل ما ناخذين نحن الوكالات الحصريه بمنطقه الخليج كمان نحن مفتوحين اذا حدا بحب ياخذ وكالات ان كان بالامارات او بدول الخليج الاخرى او بالشرق الاوسط ان شاء الله. عموما اكيد كل الشكر لك شكرا وكل التوفيق لكم. شكرا لكم وتشرفنا فيكم وبوجودنا معكم. شكرا لك. شكرا. اذا مشاهدينا راح نروح لفاصل اعلاني وبعد لقائنا مع مصممه الازياء نيلي زهار واللي راح تقدم لنا مجموعتها الجديده واللي قدمتها ضمن اسبوع دبي للموضه. ولا تتواصل معنا يمكنكم ارسال اسئله واقتراحاتكم على ياهل@روتانا تيفي.com.